الاهلي مصلحة الاتحاد بأربعة مقابل ثلاثة. اليوم الباطن يكسب الفيصلي بهدف مقابل لا شيء. الفيصلي للأمانة يعني في حال لا يرثى له، ولكن خلينا بعد الفيصلي ولقاء خوف، ولكن احنا امام ثمان جولات اخيرة يبدو ان الكل سيعمل فيها بقوة، يبدو ان الكل سيبحث عن نفسه لانه خلاص اشيانو وفيتو والسنغالي الفريد ثلاث غيابات مؤثرة للشيخ الشبابي، ولكن الليث الشبابي دائما عود محبيه في الحضور في الاوقات المملكة العربية السعودية في اول مونديال في الـ94، نتكلم عن شيخ أندية العاصمة. كرة في الخلف عايدة إلى القائد سامي الخيبري، تمرير محاولة في الطرف لمسة بمسعود تاختيدس اليوناني صاحب الخبرة الكبيرة، تتكلم عن هذا اللاعب صاحب 30 سنة ما شاء الله، سبق أن شارك في الدوري الإيطالي ومع الفريق الهلاوي. محاولة تبقى في الطرف الأيمن عند مخير، عودة إلى الخلف، محاولات فيحاوية، إرسال كرة للأمام، محاولة تجهيز من تاختيدس ولكن مقلي الفريق الشبابي. سانتوس كنترول من بانيجا، كرة واصلة إلى باولينو، ملعوبة في المنتصف والرأسية من سانتوس، عادت إلى الرشيدي من لمسة، السفري يا السلام، كرة أقصى اليسار إلى أمادو ولكن قطعت من فواز، عادت في المنتصف الآن عند اللاعب ريكاردو ريلر البرازيلي، خطف ممول وصانع ألعاب ولا أروع يعوض أيضا غياب كارلوس جونيور واللاعب الويسيانو. هذا أحمد بامسعود عادت لفريق الفيحة، يا السلام يا أحمد، للكرة في المنتصف تعود عند عبد الرحمن السفري، كرة ما بينه وما بين إلا عند مباراة مؤجلة وقدم أفضل أداء في آخر خمس مباريات ويتمنى أن يستمر على هالمنوال. فريق الفيحاوي 437 هدف، تكلمنا عن 690 هي 690 او 683 بطاقه صفراء، ولكن عدد الاهداف 407 ومغامض ما بينه وما بين هتان، ولكن شوف الكره واصله الان عند بانيجا، يا سلام لو كملت، ولكن عادت ارتداد سريع رياكشن فيحاوي، هنا شوف المرور والتسديده بعيده في الشبك الجانبي الى ضربه مرمى عند الصربي، لمسات فيحاويه، لكن يا سلام واحدة تمريرة ردلي بمسعود، ولكن لا، فضل لاعب النجر العودة إلى الخلف والتمرير إلى ريكاردو، من ريكاردو لليوناني تاختيدس، إنه الضغط من بمسعود، الكرة طالت، هل خرجت؟ لا، مرور من البرازيلي، يا سلام، واحد واثنين، هذه وين؟ عودة لتركي، ومن تركي بالكعب إلى حسين، هذه وين؟ عرضية من متعب قصيرة مقطوعة. عادت للفريق الفيحاء صامويل اوسون عند متعب الحربي والتمرير الى بريق خطيره، مرور والتمرير هتون ارضيه الان، اوه ريكاردو شاله، عادت مره اخرى الى الحربي، كره لفريق الفيحاء، اذا نصف ساعه لعب تمضي، التعادل السلبي حتى الان، يا سلام واصله عمادو سدده، ولكن تصدي من حسين القحطاني، الكره فيها يبدو خطا ولا فيها ايش؟ الفيحة في اول مواسم تقابل فيها الفريقين، ولكن الشباب كسب اللقاءين في الموسم اللي بعده، ولكن شوف من كسب النزال صاحب المهبري، وصلت سهله الى فلاديمير، شباب اللي كسب الاسبوع الثاني في موسم 2018-2019 بثلاثة مقابل لا شيء، رغم انه كان هو جاي من نادي الصيني اللي اعلن افلاسه وخلاص سكر، يعني تتكلم عن اللاعب الكاميروني اللي لعب في الدوري 21 مباراة سجل 7 اهداف، اخر المباريات اللي شارك فيها جو ماري كانت في الموسم ما قبل الماضي، لانه عاد الكره للاسد الكاميروني وسجل
في 42. هدف للشباب، هدف أول وزيارة أولى وأول أهداف الكاميرون. الأسد الكاميروني يسجل للفريق الشبابي. صافرة من الحربي، هذا فهد عبد الله الدربي يحييكم، سعدنا أكون معكم في الوصف والتعليق على ما تبقى من دقائق المباراة في الشوط الثاني. عمل كرة للمقدوني، الضغط من فواز والتمريرة من مين؟ من تراجوفيسكي، والعودة إلى الخلف عند مخير. شوف حتى رامون لوبيز، إذا خروج رامون لوبيز وأمادو موتاري لاعب النيجر، ودخول مالك عبد المنعم والمقدوني. تراجوفيسكي، تغييرين اثنين. الشبابية الثمينة، إرسالية ومحاولة خطرة شبابية، ولكن عودة للمقدوني. الكرة عادت للفريق الفيحاوي الآن، تأخر فيها ريكاردو، والضغط العالي من تركي العمار اللي معاها صافرة وخطأ، وظل باولينو وبانيجا هتان وتركي العمار في المنتصف. المقدمة لجون مارين كاميروني. فيحاء بعد تغيير تسديدة، ولكن في حائط الصد الشبابي. الكرة تعود إلى السفري، ومحاولة من السفري واصلة عند مالك عبد المنعم. التحام هوائي، ولكن كرة تعود. إرسال كرة طويلة من حسين، محاولة هذه وين؟ واصلة إلى صامويل، تسديدة من مرة أولى، ولكن عادت سهلة عند ريكاردو. ريلير، عادت مرة أخرى من سامي إلى ريكاردو، ومن ريكاردو إلى صامويل. طلب الكرة من مخير الرشيدي، ولكن تغيير اللعب والعودة إلى المنتصف. ريكاردو والعرضية، محاولة فيحاوية ولكن قصيرة عادت للشباب من لمسة. يا سلام للفيحة، يا عيني. واصل الآن عند صامويل أوسو، محاولة فيحاوية، تجهيز، خطرة، جول، خطرة، جول، 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 جول بهدف جون ماري. هدف تعادل عن طريق عبد الرحمن السفري. كرة ملعوبة فيحاوية خطيرة، مالك عبد المنعم، تمريرة للسلطان، اختركها إلى مالك مرة أخرى، التمريرة إلى المقدوني أقصى اليسار، خطرة إلى آخر سلطان مندش. فنان مميز في الطرف، تمريرة من مندش إلى ريكاردو، حاول بلمسة للمقدوني ولكن عادت شبابية. كرة شبابية في الطرف الأيسر، هتان باهبري إلى الآخر الحربي، ولكن عودة سريعة من دفاعات فريق الفيحة. الكرة إلى خارج أرض الملعب بعد التغطية من الجرني اللي بدوره لعب كرة سريعة أيضا لناصر، ولا هذا مين؟ تركي، تركي العمار، والتغطية عليه بشكل سريع. بانيجا، بانيجا واصل إلى الحربي، خطيرة حطان، يا عين عين عيني عليك يا سامي يا خيبري. ثبات من القائد والكابتن، وفي لقطة أخيرة عند المهاري والمميز، رجل الأعمال المميز، رجل أعمال رياضي، يعني ما شاء الله. تتكلم عن أبو الوليد اللي حضر مع الفريق الشبابي لأول مرة، لكن شوف المحاولة الشبابية، خطرة عرضية، تغطية سليمة للفريق الفيحة. شباب على يد أبو الوليد، أخذ الدوري، ولكن شوف هذه وين؟ أخذ هدف ثاني، ممكن تصدي 30 و32. وأيضا الأستاذ خالد البلطاني اللي حقق مع الشباب كأس الملك في نسخة 28 29 35 و30، وسبق أن حقق بطولة العين الدولية أيضا. كرة شبابية ومحاولة، العودة والضغط من ريكاردو. بطولة العين اللي حققها في الواحد أرضية، محاولة السيطرة ولكن سهلة عند القرني. سعيد الوران اللي سجل هدف في نهايات كأس العالم 94 في مرمى المنتخب. نتيجة على ما هي عليه، أم يكون لدى الفيحة والشباب كلمة والبحث عن 3 نقاط كاملة. جون ماري ومرور، ولكن كرة واصلة مرة أخرى للفريق الفيحاوي. مندش قاطعها، بانيجا عادت مرة أخرى، يا السلام، دوران من هالفنان، تمرير كرة للأمام ولكن طالت خطيرة. محاولة شبابية، نواف العابد، تمريرة ترد إلى جون ماري، ضغط من سامي الخيبري، قلب الأسد الفيحاوي في لقطة أخيرة. البرازيلي في الطرف، ممكن تمريرة لأصيلة فواز، ولكن عودة نواف، خطرة، جول، أوه سددها ولكن تصدي ولا أروع. العابد للمرة الثانية، التسديدة الشبابية، واصلة، خطرة، جول، 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 جول.
كرة في المنتصف الآن. التمريرة الخطرة على فريق تغير شكل الفيحة في خط المقدمة. هاتون خطيرة، أوه هذا بريقة، هذا بريقة في 91 92 93 كثلاث نسخ متتالية، وأول فريق سعودي حققها بعد ذلك إلى 2004 2300 بعد الهجرة. 89 80 77 75 72 و 71 على المستوى الخارجي. فيحة أمام فرصة من المقدوني لليوناني، تأخر بامسعود، كرة واصلة أقصى اليسار الآن بعد حالة هجومية ومد، طلب بخطأ ولكن استمرار في اللعب. لمسات فيحوية مقطوعة من الصقور، تعود في المنتصف عند ريكاردو البرازيلي ليغير اللعب أقصر يمين. ترويض